موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم على الشرق الأوسط 1450 AM. مروة تعلن عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار للرعاية الملطفة. حزب التضامن الكيبيكي يقفل الباب أمام إمكانية التحالف مع الحزب الكيبيكي. صباح الخير. أعلنت رئيسة الوزراء في مقاطعة كيبيك بولين ماروا عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لخدمات الرعاية الملطفة، وأتى هذا الإعلان على هامش المؤتمر الفرانكوفوني الدولي الثاني للرعاية الملطفة والذي عقد يوم الأحد في قصر المؤتمرات في موريال، وسيصار إلى تخصيص 11 مليون دولار لدعم خدمات رعاية المرضى في مرحلة نهاية العمر في المنزل، في حين أن المبلغ المتبقى سيتم تخصيصه لزيادة عدد الأسرة في المراكز الطبية المتخصصة أو في المراكز الاستشفائية للخدمات الصحية على المدى الطويل ولدعم تأسيس مراكز عناية جديدة. هذا وترى حكومة ماروا أن الأولوية تقتضي مساعدة ودعم المقربين من المرضى الذين يشرفون على الموت، ففي أعقاب اللجنة البرلمانية التي حملت اسم الموت بكرامة تعمل الحكومة في كيبيك على تطوير مشروع قانون من شأنه مساعدة المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم وتقديم الدعم اللازم للمقربين منهم. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الفرنكوفوني الدولي للرعاية الملطفة مستمر لغاية يوم غد الثلاثاء، ويشارك فيه أكثر من 300 عامل في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، مع التذكير بأن الرعاية الملطفة هي نوع من أنواع الرعاية الطبية أو المعالجة التي تركز على الحد من شدة أعراض المرض بدلا من السعي إلى وقف أو تأخير المرض نفسه، والهدف هو تخفيف معاناة المريض وتحسين نوعية حياته وتقديم الدعم اللازم لأسرته من كافة النواحي ومساعدتهم على التأقلم وقبول الواقع والتعامل مع الوضع القائم للمريض والمآسي القادمة بعد وفاته. في إطار المؤتمر السنوي له والذي عقد في مدينة موريال، استبعد حزب التضامن الكيبيكي أي إمكانية للتحالف مع الحزب الكيبيكي وحزب الخيار الوطني قبل الانتخابات العامة المقبلة في المقاطعة. هذا ما توصل إليه المشاركون في المؤتمر وعددهم 600 شخص من حملة راية حزب التضامن الكيبيكي. ورأت النائبة عن دائرة جوان فرانسواز دافيد أن الحزب الكيبيكي الحاكم قد نكث بوعوده الانتخابية المرتبطة بالسياسة الاجتماعية الديمقراطية واعتمد بدلا عنها سياسات تقشفية ليبرالية، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن الاقتطاعات التي طالت المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وسياسة الحكومة إزاء دور الحضانة شكلت نقطة اللا عودة، ومن هذا المنطلق فإن أي خطة استراتيجية للتحالف أصبحت مستحيلة. أما فيما يتعلق بحزب الخيار الوطني فقد عبر حزب التضامن الكيبيكي عن خيبة أمله لضعف مواقف حزب جان مارتين أوسان إزاء المسائل الاجتماعية. من جهة أخرى اختار مندوبو الحزب المرشح السابق عن دائرة لوريي دوريون أندريس فونتسيلا كرئيس جديد وناطق بلسان الحزب، وبذلك يخلف فونتسيلا أمير خضير كناطق بلسان الحزب كما يخلف فرانسواز دافيد في منصب رئاسة الحزب، وحافظت دافيد على منصب الناطق بلسان الفرع البرلماني لحزب التضامن الكيبيكي. كشفت هيئة الإذاعة الكندية عن وثيقة أرسلها الحزب الليبرالي في كيبيك إلى الهيئة التنفيذية، جاء فيها وعلى لسان زعيم الحزب فيليب كويار أنه لابد من أخذ منعطف جديد بعد عهد شاري، ويركز زعيم الحزب في الوثيقة على تمويل وتنظيم الحزب والذي كان يعتبر على عهد جان شاري أكبر آلة انتخابية لجمع التبرعات المالية. إنما وفقا لكويار فإن الأحزاب السياسية لا يجب أن تكون منحصرة في إطار الآليات التنظيمية والمالية التي تهدف إلى انتخاب المرشحين والحكومات، علما أن فيليب كويار وعد بإصلاح جذري للحزب الليبرالي على هامش السباق لزعامة الحزب. وبزعامة كويار لن يعتمد الحزب الليبرالي فيما بعد على الناشطين في الحزب لجمع التبرعات المالية، وسيعمد الزعيم الجديد إلى لجنة خاصة لإعادة النظر في كيفية تمويل الحزب، ما يعني ضمن
أيضاً أن موظفي المكاتب، مكاتب المحاسبة وشركات الاستشارات الهندسية قد يستبعد عن الحملات المقبلة لجمع التبرعات. هذا ويرغب كويار في إعادة المكانة الفكرية للحزب الليبرالي، حيث يود الزعيم الجديد تأسيس صحيفة للرأي وتنظيم ندوات يدعو إليها المفكرين المناصرين للحزب الليبرالي. من المرتقب استدعاء المنظم السابق للحزب الليبرالي في كيبك بيير بيبو للشهادة أمام لجنة شاربونو المكلفة بالتحقيق حول كيفية منح وإدارة العقود العامة في قطاع البناء، مع العلم أنه لم يتم تحديد تاريخ لمثوله أمام اللجنة، مع الإشارة إلى أن بيبو طالب بصفة مشارك أو بمداخلة أمام اللجنة، إنما رفض طلبه يوم الجمعة الماضي، مع العلم أنه بتلك الصفات بإمكانه الحصول على وثائق يعتزم المدعون العامون تقديمها كأدلة، في حين أن وضع المشارك في اللجنة يسمح له باستجواب بعض الشهود. لابد من التذكير أن اسم بيبو ورد عدة مرات على لسان الشهود، وعلى سبيل المثال أشار متعهد البناء السابق لينو زامبيتو إلى أنه أعطى بيبو مبلغ 30,000 دولار في أعقاب لقاء لجمع التبرعات المالية لصالح الوزيرة الليبرالية السابقة لين بوشان الزوجة السابقة لبيبو، وبأن اللقاء جرى في مكاتب مؤسسة لوتو كيبك عندما كان يشغل بيبو منصب نائب رئيس الشؤون العامة، مع الإشارة إلى أن بيبو توقف من تاريخ تلك الادعاءات عن العمل بداعي المرض. غدت تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن لجنة شاربونو والتي وصفت بالتدخل في أعمال اللجنة عادت رئيسة الوزراء بولين ماروا إلى تجديد ثقتها الكاملة في استقلالية اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد على لجنة شاربونو من أجل التوصل لمزيد من النزاهة في إدارة قطاع البناء وفي إطار كل العقود التي تمنحها البلديات والحكومات. نعيد التذكير أن ماروا دعت يوم الخميس الماضي اللجنة التي تترأسها القاضية فرانس شاربونو إلى مواصلة أعمالها إنما بحذر. بمناسبة اليوم العالمي للقابلات والذي صادف أمس الأحد، ذكرت القابلات في مقاطعة كيبك بعدم تجديد عقد العمل الخاص بهن منذ عام 2005، وطالبت رئيسة تجمع القابلات في كيبك حكومة ماروا بالاعتراف بهذه المهنة على المستوى الذي يليق بها، مع الإشارة إلى أن مقاطعة كيبك تعد 160 قابلة فقط. البعض يتعاطى القنب للمتعة والبعض الآخر لدواعي علاجية، ومن هذا المنطلق حشدت المسيرة العالمية لتشريع الماريجوانا ما بين 400 إلى 500 شخص في مدينة مونريال، ووحد المشاركون الصوت لتشريع حشيشة الكيف في كندا منددين بالسياسات التي تعتمدها حكومة ستيفن هاربر لتشديد العقوبات المرتبطة بتعاطي أو الاتجار بالماريجوانا. شارك ألوف المواطنين المقيمين في مدينة مونريال بحملة التنظيف الكبرى لعام 2013، وللسنة الخامسة على التوالي أخرج المواطنون المكانس لتنظيف الشوارع والأحياء والمتنزهات وباحات المدارس والملاعب الرياضية، مع الإشارة إلى أن العام الماضي شارك 12,000 شخص في هذه الحملة، والهدف لهذا العام كان يقضي بمشاركة 14,000 شخص. ينظم الفرع الكيبيكي للجمعية الكندية للصحة العقلية والنفسية حملة لتقدير الذات وزيادة الثقة بالنفس على هامش الأسبوع الوطني للصحة الذهنية، والذي يبدأ اليوم الاثنين بمحاولة لتفادي حالات الاكتئاب والإحباط. فالتوتر في العمل وتداعياته هي عوامل أساسية تشغل الجمعية الكندية للصحة العقلية والنفسية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الاكتئاب والانهيار النفسي سيكون السبب الرئيسي للتغيب عن العمل بحلول العام 2020، وبأن هذه المشكلة ستستحوذ على 15% من المبالغ المخصصة لمعالجة الأمراض. لقي قائد طائرة صغيرة من نوع سيسنا مصرعه أثناء محاولته الإقلاع، إنما الحادث أدى إلى تحطم الطائرة واحتراقها، وجرى الحادث في مطار مولوريه المناطقي في اللورانتيد، وأرسل مكتب سلامة النقل في كندا محققين إلى موقع الحادث للكشف عن الملابسات.
في الخبر الأخير، أطلقت مؤسسة حماية الغابات من الحرائق نداء للمواطنين لتوخي الحذر في أعقاب تسجيل 80 حريق في مقاطعة كيبيك وقد تسبب بها إهمال المواطنين. ودعت المؤسسة المواطنين إلى اعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر عند إشعال النار في الخارج لتفادي الحوادث والمخاطر المحدقة بالغابات والمناطق الحراجية في المقاطعة، كي لا يخرج الوضع عن السيطرة في أجواء ربيعية جافة ودرجات حرارة أكثر ارتفاعا من المعتاد. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.